تتجدد سعادتي بك عزيزي المشاهد عبر هذه الإطلالة اليومية من عمر احتفاليات مهرجان موازين، موازين رديف العالمية، وهي استجابة استباقية لكل الأذواق والمتطلبات، الغربي والعربي وحتى اللون المغربي حاضر في هذه البرمجة. برمجة هذه الأمسية واعدة بالكثير لنعيش بمعيتكم نبضات هذه الاحتفاليات. لكم جولة مع إيمان قدا. مرحبا بك سعاد، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. احنا الان كنتواجدوا بمسرح محمد الخامس لنحضر واياكم سهره موسيقيه بايقاعات عالميه لفرقه عازفات الكمان التي تعتمد في موسيقاها على اعاده عزف الريبرتوار العالمي باسلوب حديث وايقاعات حديثه. اترككم مع ذا باند جيرلز. J'ai toujours grandi dans avec ce mélange de langues. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que vous êtes sûr? On la sort parce que vraiment c'était un désastre. J'ai chanté trois fois, c'était un désastre chaque fois. Et donc on sait jamais. Il faut être très délicat avec de tester les chansons, et spécialement quand on est en train de tester une chanson dans un festival. Est-ce que c'est pas comme un théâtre? L'énergie est un peu plus diffusée. Le marocain est super chaleureux, il se met à danser, il crie, il parle, il chante, il se met à fond. C'est un public qui me donne beaucoup de joie, c'est vraiment un plaisir d'être ici encore une fois. في موازين 2010 يعود ميكا ليلهب منصة اس بي سي الأكيد أن حفله الموسيقي لهذه السنة سيكون مدهشا مرة أخرى. أترككم مع عبقري البوب ميكا. Hey, days like this.
أكيد لأنه مهرجان مهم ودابا أصبح عالمي وكل الكل كيتمنى أنه يشارك فيه، فأنا لي شرف أنني غنكون إن شاء الله في هذه السنة معهم. المشاركة الثالثة يعني بالنسبة لي يعني كان تشريف من إدارة موازين اللي كنشكرها كثير كثير كثير، وكنتمنى نمثل يعني بلادي وأحسن تمثيل ونكون في مستوى لائق للجمهور المغربي. برنامجكم يوميات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 12 هو محرار لقياس نبض هذه التظاهرة الفنية. نضرب لكم موعدا غدا بحول الله، كونوا في الموعد.